السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everyone. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى درسا جديدا من دروس التواصل. من خلال محادثة سنتعلم مجموعة من الأشياء المهمة، والهدف من هذه السلسلة هو رؤية وضعيات مختلفة لنتعلم expressions عبارات، vocabulary مفردات، وأحيانا grammar القواعد. ثم الشيء المهم هو النطق pronunciation. Okay, let's learn something new. هيا لنتعلم شيئا جديدا. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشعار القناة الذي هو willingness الرغبة، challenge التحدي وتحدي الصعاب لكي نتعلم اللغة الإنجليزية، ثم practice الممارسة أن نمارس ما نتعلمه. إذا اليوم إن شاء الله من خلال هذه المحادثة conversation سنتعلم مجموعة من الأشياء، لكن قبل أن نبدأ لابد أن نستمع أولا، لأن الاستماع الجيد هو أحسن طريقة لتعلم النطق. هيا لنستمع. Excuse me. Oh, good morning, Miguel. Can I help you? Yes, please. Can I have a ticket for the ski trip? Yes, of course. It's $80. Do you want to pay $20 deposit now? Sorry. What does deposit mean? It means you can pay the $20 now and $60 later. Ah, now I understand. Yes, please. إذا كما ترون هذه المحادثة تدور بين شخصين ميغيل and إيما، وكما قلنا سابقا عندما تريد أن تسأل أو تتحدث إلى شخص فإنك تستأذنه بعبارة excuse me. Excuse me. عفوا، اسمح لي. Oh, good morning. صباح الخير. Good morning, Miguel. Can I help you? وهذه عبارة شائعة جدا. Can I help you? هل يمكنني أن أساعدك؟ Can I help you? أو هل يمكنني مساعدتك؟ Miguel, yes, please. نعم، من فضلك. Yes, please. Can I have a ticket for the ski trip? Can I have? وقلنا هنا can I تعني هل يمكنني، have أن آخذ a ticket تذكرة for لأجل the ski trip. Trip هي رحلة، ورحلة من أجل التزحلق على الجليد أو التزلج. The ski trip. Trip رحلة من أجل التزلج. Ski. Ski هي رياضة التزلج. Okay. Yes, of course. نعم، من طبيعة الحال. It's $80. It's $80 هنا تعني يعني تكلف $80. Okay. نقول ببساطة It's $80. Do you want to pay 20 deposit now? هل تريد؟ Okay. رأينا في درس سابق نستعمل Do you want, هل تريد to pay and تدفع. Pay, تدفع $20. وهنا deposit تعني عربون. Okay. Now, الآن. Sorry. عفوا. What does deposit mean? إذن هذا السؤال مهم جدا. عندما لا تفهم كلمة مثلا فإنك تقول What does deposit mean؟ ممكن أن تقول مثلا What does stereotype mean؟ What does flat mean؟ إذن نقول What does، ثم يمكننا أن نغير هذه الكلمة بالكلمة التي لم نفهمها. What does a flat mean؟ What does again mean and so on. تعني، تقصد. Okay. Mean. Okay. الجواب يكون It means. تعني. It means. Okay. You can. يمكنك. You can pay. يمكنك أن تدفع. You can pay the $20
العشرون دولار now الآن and و 60 دولار later. Later تعني لاحقا. Later تعني لاحقا. Okay. It means you can pay the $20 now and $60 later. هي تعني يمكنك أن تدفع 20 دولارا الآن و 60 دولار لاحقا. Oh, now I understand. Oh, الآن فهمت. I understand. Yes, please. نعم من فضلك. إذا كما لاحظتم يمكننا أن نستعمل عبارات بسيطة جدا ويمكننا أن نتواصل بطريقة مثالية. وحتى نتمرن على هذه المحادثة ونتمرن على نطق هذه الكلمات سنعيد الاستماع مرة أخرى لنستمع. Excuse me. Oh, good morning, Miguel. Can I help you? Yes, please. Can I have a ticket for the ski trip? Yes, of course. It's $80. Do you want to pay $20 deposit now? Sorry. What does deposit mean? It means you can pay the $20 now and $60 later. Ah, now I understand. Yes, please. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس وتعلمتم كلمات جديدة وتعلمتم عبارات جديدة وكيف تنطقون بعض الكلمات. وكما العادة أضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye. إذا كنت تزور القناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر سبسكرايب ولا تنسى أن تفعل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور نزولي. كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة.